شاركنا مع الخبرات من كل الدول عشان نشوف كيف احنا بالنسبة للوضع الصحي في الإمارات مع الوضع الصحي في بقية العالم. طبعا في تطبيقات للعلاجية موجودة في أوروبا، في أمريكا، موجودة عندنا في الإمارات. احنا نحاول ان نرتقي بالمستوى الطبي اللي بالنهاية بيعود للمرضى عندنا في الإمارات. تبادل الخبرات مع دكاترة على مستوى العالم، هذا بيرقي بالتثقيف للدكتور المعالج عندنا في الإمارات، فبالتالي الخدمة اللي هو حيقدمها للمريض حتكون أعلى من الموجود. ليش؟ لأنه معلوماته أحدث ما وصلها في العالم، احنا مو متأخرين عن حد، فلازم نطور أنفسنا ونعلم نفسنا، لأن إذا وقفنا في مكاننا فإحنا تأخرنا. المؤتمر هذا مثل أي مؤتمرات ثانية مهم جدا للتعليم الدكاترة، عرضهم على آخر التكنولوجي، آخر الأشياء، التطورات اللي صارت، وفي نفس الوقت يجمع كل الدكاترة والعلماء في مكان واحد يناقشون المشاكل اللي تكون فيهم. نبين للناس وللعالم أن الإمارات مش لاعب بسيط، الإمارات ظاهي أكبرهم، وهذا الدواء يعني أكثر من أنه يعني هو ليس للدعاية ولكن رسالة للعالم أن دولة الإمارات سباقة وداخلة في المجال الطبي بقوة، وعندنا العقول والإمكانيات اللي تخلينا نضاهي أكبر الشركات.